مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم إلى هذا الحوار الخاص على قناة الحرة، وفيه نستضيف رئيس بعثة المملكة المغربية إلى الأمم المتحدة السيد عمر هلال. سعادة السفير، أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في البعثة المغربية. سعادة السفير، شاركتم مؤخرا في قمة مخصصة لحركة مناهضة عدم السامية بمشاركة خبراء ودبلوماسيين. في نظركم، ما هو مستقبل التعايش الديني والتسامح الديني في ظل اتفاق إبراهيم وما تلاه من اتفاقات مع دول في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضمنها المغرب؟ مشاركتي في هذا المؤتمر السنوي هي استمرارية للنهج الإنساني ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي كان من أوائل دول أو الزعماء العرب والأفارقة الذين استنكروا ونددوا بمعاهدة السامية عامة وبالمحرقة خاصة. فيما يخص مستقبل التعايش ديني أو يعني كراهية ديال السامية، أظن أن ما حصل في الأشهر التي مضت غير شيئا ما في المنطقة وفي نظرة الدول وشعوبهم لمستقبلهم. فالتعايش صار شيئا مهما في نظرية الشعوب، ليس فقط في نظرية الزعماء والرؤساء، صار حاجة يريدها الشعوب، لأن ليس هناك بديل للتعايش مستقبلا. وأظن أن المنطقة عاشت 10 سنوات الماضية ظروف صعبة جدا، من تعصب ديني، من داعش والقاعدة. لذا هناك حاجة أننا نرى المستقبل بإيجابية ولكن بمسؤولية، ومحاربة السامية تلتزم كذلك الثقافة، تلتزم المدرسة. المغرب بهذا الخصوص، على ذكر المناهج المدرسية، عمل حتى قبل توقيع الاتفاق مع إسرائيل على إلى المكون العبري والنهوض به وإعطائه أهمية، سواء في الدستور كان هناك إدماج للمكون العبري، في إدماجه في المناهج الدراسية، وأيضا طال كذلك المجال الثقافي والمجال الفني. ما الذي دفع الرباط إلى تبني هذا النهج؟ فهذا النهج ليس جديد. فكان عندنا لما أخذنا الاستقلال كانوا وزراء يهود، كان في البرلمان كانوا ممثلين للجالية اليهودية. في المغرب أظن البلد الوحيد الذي عنده للجالية اليهودية محاكم ديالهم خاصة بهم اللي فيهم الرابنين. فاحنا هذا شيء يعني كما قلت واحد الكونتينيوم، واحد الاستمراريه للمسائل اللي عشناها، واللي كان المغرب يعني كانت من الكونات من المكونات ديالو، واللي خلى كذلك المغرب يتشبث بهذا هو ان الجاليه ديالو في من اصول يهود، من اصول مغربيه في اسرائيل. كما تعرفون تقريبا مليون نسمه، عدد وزراء في الحكومة تقريبا ثلث ديالهم، في البرلمان موجودين وهما متشبتين بمغربيتهم، وإحنا كذلك متشبتين بوطنيتهم وفخورين بالوطنية ديالهم. المغرب انخرط مؤخرا في الاتفاقات الإبراهيمية إلى جانب دول عربية أخرى كالإمارات والبحرين. هل يمكن أن يقود مسلسل التطبيع أو استئناف العلاقات مع إسرائيل إلى تعايش وتسامح ديني؟ التعايش في الوطن العربي وفي المنطقة صار واجبا، لأن ديننا دين تسامح، مش السياسة اللي تفرض علينا أننا نكون متسامحين. هذه 15 قرن باش
الله سبحانه وتعالى نادى بالتعايش. فالسياسة هي اللي جاءت من بعد اتفاقية إبراهيم، أو لا تقول تطبيع. أنا أتكلم فقط فيما يخص بلدي المملكة المغربية، أنا لا أظن أن هذا يسمى تطبيع، أنا أقول ربط الاتصال. لأن كما تعرفون المغرب فتح يعني ممثلية ديالو مكتب الاتصال في إسرائيل منذ تقريبا 20 سنة، طبعا لظروف كانت يعني خاصة بالمنطقة اضطروا أن تغلق، ولكن الاتصالات لم تقطع أبدا. وحتى من قبل المغرب، لا لازم نذكر أن المغرب هو من يعني هو الذي كان ربط الاتصال بين الإسرائيليين والمصريين لإحلال السلام بينهم. المغرب كان دائما رابطة صلة، وكل ما طلب منا أننا نكون هذه الصلة، كنا دائما نلعب هذا الدور، طبعا إيمانا منا أن هذا السلم بين العرب الفلسطيني والإسرائيليين يعني غادي سوف يأتي حتمي. هنا نستحضر القضية الفلسطينية، كيف ترون مستقبل المفاوضات بين السلطة وإسرائيل، وأي دور يمكن للمغرب أن يقوم به لإرساء السلام في المنطقة دون انتظار هذا السلام أن يأتي؟ القضية الفلسطينية احنا عندنا قضية مقدسة، والمغرب لن يسامح في هذه القضية. طبعا احنا نريد السلام في كل خطاباتنا على كل المستويات، نريد حل على أساس الدولتين، على أساس التعايش، على أساس يعني الانفتاح على الآخر. نريد سلام ساخن وليس سلام بارد. وهنا فاش نتكلموا على التعايش، نتكلموا على يعني الاتفاقيات، اتفاقيات بوحدها إذا كانت غير اتفاقيات سياسية لن تأتي بمحبة الشعوب. والمغرب طبعا سوف يكون داعما لكل مجهودات السلام ولإعادة المفاوضات بين الإسرائيليين وإخواننا الفلسطينيين. سعادة السفير، كيف تردون على من يقول إن قبول المغرب استئناف علاقاته مع إسرائيل رغم ترأس المغرب والعاهل المغربي للجنة القدس كان في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية؟ أنا أرفض هذا الكلام، وإحنا عارفين من يروج لهذا الكلام، نخليهم يروجوه. الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كان آتيا قريب آجلا أو عاجلا، وكان من المديهيات، هي كانت قضية وقت. لأن أولا الحكم الذاتي كنا دائما من البداية بديناه نقاش معهم في واشنطن، واستمرنا مع الخبراء القانونيين ديالهم، فهما كانوا طرف في تهيئ النص ديال الحكم الذاتي، فهما تيأمنوا أن لا حل لقضية الصحراء إلا في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. فإحنا هذا كانت نتيجة طبعا بديهية. الناس تنسى التاريخ، والتاريخ هو أن الأمريكان لا ينكرون الخير، الأمريكان عندهم ذاكرة قوية، تذكروا أن المغرب كان أول من اعترف بهم، كان أول من أمضى معهم اتفاقية، كان أول من احتضن ممثلية دبلوماسية اللي كان في طنجة. هذا فيما يخص الصحراء، فما لم تكن هدية ولكن كانت نتيجة حتمية لعلاقات خاصة منذ يعني قرون. أما فيما يخص أننا أعطي الاعتراف بإسرائيل أو ربط أو ما كانت لا مقايضة ولا شراء أو هدية أو أي شيء، قضية فلسطين كانت في البيان الذي أعلن أن المغرب سوف يربط علاقات مع إسرائيل، فكانت أمورنا واضحة. إدارة أمريكية جديدة
سفيرة أمريكية جديدة في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، سياسة جديدة تميل إلى التعاون متعدد الأطراف. إلى ماذا يتطلع المغرب من الإدارة الجديدة في خصوصا في الشق المتعلق بالأمم المتحدة؟ أولا أريد أن أذكركم أن الولايات المتحدة هي التي تحتفظ بالقلم كما نقول pen holder، هي التي تحرر وتفاوض حول مشروع الذي يهم قضية الصحراء. هذا الدور لا زالت تقوم به، هذا من جهة. من جهة ثانية كان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأسبوع اللي فات قال أن there is no updating، ما فيش تغيير، يعني الاعتراف الأمريكي مغربية الصحراء لا زال قائما وما فيش يعني نية أن يكون أي تغيير. ثالثا احنا متفائلين أن لن يكون هناك أي تغيير إن شاء الله. رابعا أمريكا تريد أن مسلسل السلام أن يعود، احنا أول من يطالب بالعودة إلى مسلسل السلام. هذوك الأطراف الأخرى مع الأسف هي في متابعة سياسة هروب إلى الأمام، خلقوا مشكل قرقرات، ومشكل قرقرات كما تنقلوا في المغربية دارت عليهم، لأن كانوا يحاولوا أن يعملوا كوسيلة ضغط على المغرب، فشلوا، وبحمد الله بالغلطة ديالهم تمكن المغرب أن يضع حدا لما أنا أسميه سيركس أو شو أوف ديال القرقرات، انتهى. ونقولها لهم لن يضعوا أبدا أرجلهم في القرقرات، دفعنا بالخط الدفاعي حتى لن نترك لهم أي فرصة أنهم يأتون ويقومون بأعمال استفزازية أو إرهابية. سوف لن ننجر لأي عمل لن يحمد عقباه، ولكن إذا مس أمن أي مواطن مغربي سوف نرد بقوة وبشدة. وهذا الإنذار تاع صاحب الجلالة ما زال قائما، ونقولها للجيران، نقولها للانفصاليين. وإحنا طبعا مستمرين في بناء الصحراء، مستمرين في فتح القنصليات، مستمرين في بناء الطرق والموانئ والمطارات والمستشفيات والجامعات. ونقولها مرة ثانية، تقدم المنطقة يعني أقاليمنا الجنوبية واستقرارها سوف نعمل كل شيء لضمانهم، خاصة التقدم الاقتصادي. يعني استمر المسلسل السياسي أو لم يستمر المسلسل الاقتصادي والبناء المؤسساتي والبناء ديال الانفراستركتورز ماشية إن شاء الله على طول، وربي نتمنى منه التوفيق. سعادة السفير، شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار.